ورجعنا مع احمد ودنيا، رجعنا ومعاهم رصيد 42500، وفضل لهم 3 اسئله بس، وقدامهم رقم ممكن يكسبوه 312500. بس انا شايف الوشوش الله اعلم النوايا فيها ايه، بس احتمال كبير يكملوا، انا اتمنى يكملوا مع بعض. هنشوف. سبعة آلاف جنيه. أربعتاشر ألف جنيه. واحد وعشرين ألف جنيه. ثمانية وعشرين ألف جنيه. بنقول مبروك لدنيا، وهارد لك لاحمد. سلم عليها يا احمد. انتوا الاثنين على فكره كنت شكلكم كان حد كنتوا واخدين القرار. يعني انا انبسطت اني لعبت معاك، بس هي اللعبه احنا انبسطنا بيكي جدا زي ما انبسطنا باحمد جدا، واتمنى احمد يبتسم وما يزعلش مننا. قضينا جيم جميل مع بعض، كان نفسنا يكمل بس دنيا عملتها. احساسك ايه بصراحه؟ عايزه اموتها شويه، بس شوية. مش مشكله، معلش معلش. فالمفروض ما تتضايقش ان انت كمان دوس، وفي النهايه دي لعبه. مبروك للدنيا، بنحييها مره كمان، وعرض لك لاحمد. بنرفع ايدينا وبنقول باي باي. باي. شرفتونا شرفتونا. باي باي. فكرت كتير انه المشكله ان احنا كنا اوريدي ضيعنا سؤالين، فكان حد فينا اكيد هيبيع التاني، عشان كده انا مش حاسه ان، وده يعني ده قواعد اللعبه اصلا، فكنت حاسه ان انا لو ما كنتش انا اللي دوست على الزرار ديفينتلي احمد هو اللي كان هيدوس. التجربه دي انا شخصيا استفدت منها قوي، غير ماديا انا انبسطت قوي ان احنا جينا بيروت واستمتعنا بالبلد حتى لو كان في وقت قليل، بس كان عندنا فرصه ان احنا نيجي ونستمتع بالبلد وندخل تجربه، وطلعت منها بفلوس، فانا مبسوطه جدا، واشجع كل الناس انها تقدم في البرنامج لانها تجربه هتضيف لكم قوي اكتر ما هتاخد منكم. باي.